الطفل الحياة فام يقرأ يحلم يفكر يلعب ويبدع. الطفل الحياة فام هو القدوة، غدوة خير، أولادنا فخرة بلادنا. كلكم صباح الخير ويومكم سعيد مبارك إن شاء الله. فقرات عديدة اليوم من استوديو إذاعة الحياة فام على البوندا فام 90.3 وعلى اللايف ستريمينج الحياة فام بوانات. فقرات عديدة ومتعددة كالعادة، معنا الأستاذ سلطة الأسبوعي وعنا ضيوف أجلاء. ضيوف أجلاء اليوم عنا في فقرة قف للمعلم، في فقرة قف للمعلم زوز مربين أجلاء أفاضل أنهوا مسارهم المهني بشرف. مش يكونوا معانا اليوم الأستاذ مختار السهيلي والأستاذ خالد إجنايح. اليوم نستنوا تليفوناتكم على 70-035-120 للتفاعل مع هذين القامتين، مع هذين الرجلين اللذين نحتفي بهما هذا الصباح في هذا اليوم المبارك. نستقبل تليفوناتكم بداية بعد نصف ساعة من الآن، نبدأ في استقبال المكالمات الهاتفية. صدى المدارس، صدى المدارس عبق يفيض، عبق ينتشر في ربوع تونس الجميلة عبر المدرسة التونسية. اليوم ضيوف أجلاء معانا في الاستوديو، القائد خالد الرماح ماشي حدثنا ونعرفوا للكشافة التونسية عندها دور كبير برشا في شد أزر المدرسة وفي شد أزر الطفولة. معانا من مساكن العزيزة المجاورة من دائرتين، من دائرتي تفقد للغة العربية، معنا الأستاذ الصديق المتفقد محمد صالح الحجلاوي، هو ضيفنا وشرفنا اليوم بحضوره. وأنا حضرت التظاهرات الثقافية التي اختتم بها العام الدراسي في مساكن، في دار الثقافة مساكن، حقيقة رأينا الجمال، رأينا الإبداع، تجلى جهد المربي أحسن تجل. معنا في الاستوديو أيضا عن دائرة مساكن للغة العربية، عن دائرتي مساكن للغة العربية، معنا المربية الفاضلة كواكب الفحفاح من مدرسة البرجين. ما مش تحدثنا على دائرة صفاق، عفوا، على دائرة مساكن اثنين، دائرة مساكن اثنين. معنا الأستاذ سي كريم مصباح، مش يكون معنا بعد في الاستوديو، هو الآن في الانتظار. سي كريم مصباح نقول له مرحبا بك، وهذا صديقنا نعرفوه من زمان، خدم في جهة القروان وما زال ينضح جمالا وعطاء. معنا أيضا المربية جميلة خياش اللي مش تكون معنا بعد حين، وجات مصحوبة بتلذتها وبإبداعاتهم الكبيرة. معنا فقرة أخرى في باب التميز وباب النجاح وباب التتويج في التوأم الرقمية توينينج، معنا الأستاذ نجوى المرابط مش تكون معنا بعد حين، والأستاذ توفيق الرقوبي. وفي فقرة أنا أبدع وأنا القدوة، إبداعات مختلفة متعددة، مش يكون معنا نادي تونس 88 معهد دار الأمان بالقيروان. أنا ثلاثة متلامذة مش يعزفون مقطوعات موسيقية ممتازة ويحكون على تجربتهم في نادي تونس 88. أيضا عنا المسرح موجود، التلامذات اللي جاونا من صفاقس مرحبا بهم لما حالة، وبش يقدمونا مقطع من مسرحية حنا بعل من إنتاج مسرح خيال الظل بالمدرسة متاحهم. أيضا عنا تلميذة مبدعة هي رسامة، مش تجي تحكينا على تجربتها في الرسم وشنو تستنى من هوايتها هذه بش في إطار مدرستها. بارك الله فيك أستاذ سندس. إذا اليوم فقرات ثرية، فقرات غنية، ننطلق في صدى المدارس ومع ضيوفنا الكرام هنا داخل الاستوديو. سي محمد صالح صباح النور. صباح الخيرات، صباح الأمل. شكرا أستاذ عبد المجيد فرحات ولإذاعة حياة فم عموما وبالأخص برنامج أطفال الحياة، ونرجو أن تكون مساهمتنا في نطاق تنشيط الحياة المدرسية والثقافية بصفة عامة وللتعريف من عملنا بصفة خاصة. سي محمد صالح، أنا شفت مقاربة بالمشروع، مشروع سنوي يستمر عبر العام الدراسي، تنطلقون في التفكير فيه ما قبل العام، انطلاق العام الدراسي، وتتطرقون إلى الإنجاز، إلى الإجراء، وتنشط المدارس في باب الحياة المدرسية عبر عام دراسي كامل، وتتوجون
أعمال أبنائكم ومربيكم الأفاضل بيوم ختامي، يوم بهيج يشارك فيه الولي ويشارك فيه المتعلم ويشارك فيه المعلم ويشاركوا فيه الفاعلون الثقافيون. نهار الخميس الفات كانت عندكم خدمة كبيرة مزيانة احنا تبعناها عن بعد، وتعذر علي الحضور في الحقيقة. لو تحدثنا أستاذنا الجليل الصديق محمد صالح حجليوي. نحن سي عبد المجيد نتفق معكم فيما في المقدمة التي ذكرتموها حول الاتصال بالحياة بصفة عامة. فالمدرسة في نظرنا وفي قناعاتنا جميعا يعني كمربين وكإطار مشرف نرمي إلى أن تصل المدرسة بالحياة. هذا شعار الإذاعة، ولكنه أيضا شعار المدرسة. نعم، شعار الدائرة بصفة عامة. أيه. والمدرسة التونسية إن شاء الله هذا ما نأمله. أولا نعطي فكرة على العمل اللي كنت تقدم فيه سيادتك. نحن كدائرة تفقد بصفة عامة، وهذا بتوصيات من وزارة التربية، يعني نشرف على ما يسمى بقيادة الفعل التربوي الذي يعد كل سنة، ولكن يمكن التمديد فيه يعني إذا كان دسم أو يتطلب مدة أطول، يتواصل سنتين أو حتى ثلاثة. في السنتين الفارطتين يعني اشتغلنا على ما يسمى بقيادة الفعل التربوي عبر محامل. نعم. وأيضا فنون. المحامل والفنون هذه في ماذا تتمثل؟ تتمثل في المسرح والقصة والشعر، إلى جانب تفرعاتها يعني كالحكي بصفة عامة، التعبير الجسماني. كل هذه الأنشطة بالنسبة لنا في قناعاتنا هي تضفي المعنى على التعلمات. نعم. وتنمي المهارات بالدربة والميران كما قلنا، وتصل المدرسة بالحياة. هذا يعني يجعلنا نحن أولا نشتغل على في نطاق تجديدي تثقيفي، وفي نفس الوقت لا يبعد الأمل الملل على أطفالنا، وتصبح الأقسامنا التي نشتغل فيها يعني مكان للترويح والمهارات الحياتية والمهارات بصفة عامة، ويقبل تجعل الطفل أو المتعلم يقبل على التعلم وهو يعني مسرور، وكما قلنا مرتاح وفي علاقة أفقية تامة، في سواء في علاقته بالمدرس أو أيضا بالمدرسة بصفة عامة. هذا طبيعة الحال وصل كما تشوف فيه جميل، ولكن إن شاء الله يستمر، وإن شاء الله في نفس الوقت يعني نلقاو فيه مزيد العناية خطر يتخدم على مدة أطول. سيد محمد صالح، أنا لاحظت لي عندك فريق عمل. نعم. عندك أفرقة عمل متناغمة كالآلة تتفاعل بكل مكوناتها. نعم. من أجل أن تشتغل. نعم سي عبد المجيد، هي الإمكانات العمل المتعارف معناتها تختلف فيها، ولكن الحماسة والتشجيع من طرف المشرفين عادة يجعل الأطفال المربين بصفة عامة يقبلون على هذا العمل. والعمل اللي حكينا فيه الآن طبيعة الحال له تفرعاته، فهذا يعني يهتم لك مثلا بموضوع الرسم، وهذا يهتم بالمسرح، هذا يهتم بالقصة، هذا كذا، ونحن نتكامل في هذا الموضوع. طبيعة الحال لابد من تكوين لجان فنية تشرف على هذا العمل بفضل المربين والأساتذة الأجلاء اللي يواكبوه يوميا في القاعات في الأقسام. وإيش سيدنا صالح، إحنا عنا فقرة قفل المعلم، قفل المعلم نكرم فيها زملائنا. نعم. الذين عندهم مسارهم المهني. نعم. ولكننا نقف لكل المعلمين المباشرين المبتدئين والذين رسخت قدمهم والذين أنهم مسارهم المهني إجلالا. نعم. لأن يقيننا وقناعتنا أن المعلم هو اللي بنى تونس، وهو الذي يبنيها حاليا ويستظل بينها دون مزايدة، على اعتبار أن مخرجات المدرسة التونسية المهندس والطبيب والطيارجي وغيره كلهم هذوما خرجوا من المدرسة، فتحية إجلال. وثم نقطة نحب نرجع لها سي محمد صالح، هي قضية معنى التعلم، لسونس دابرونتيساج. معنى التعلم هذا احنا نضرب مثالا دائما في هذا الباب، نقول إذا كان التلميذ مش تعطيه محفوظات يحفظها باش ياخذ عدد، راه حتى إذا كان حفظها بعد ما ياخذ عدد ينساها. وإذا كان تعطي معنى للتعلم متاعه تقول له راك مش تحفظ محفوظات وتقراها في الحفل الختام المدرسي في دار الثقافة، يبات يحفظ فيها دون مقابل دون عدد. هذا هو معنى التعلم، أنه يجد
لمعارفه معنى خارج المدرسة، فلا بد حينئذ من جسر المدرسة بمحيطها لتكون للتعلمات معاني خارج المدرسة. وهذه اللي عملتوه انتم وهذه اللي نجحتوا فيه، وأنا كنت شاهد عيان وما يحدث اليوم هنا في كواليس إذاعة الحياة فهم من القيروان في برنامج الحياة كيدز أطفال الحياة. شفت الإبداعات، بركل الصغيرات فرحانين جاءوا معنا قطعوا مسافة ووصلوا الإذاعة بكل فرحة، مصحوبين بالمعلمين والأولياء. ربي تفضلك أختي كواك. صباح النور. أهلا وسهلا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أصبح أخي سعد مجيد، تحياتي للفريق العام لبداية الحياة اف ام ولكل المستمعين، ولتحية لكل الضيوف. أشكرك على شرفي هذه الاستضافة. شكرا لكم اللي لبيتوا الدعوة وجيتوا. شكرا جزيلا. لن أضيف على ما قاله سي محمد صالح، لأنني وهرت بما قاله فقال فذكر كل شيء، يعني هو كان حديثه شامل. أشكره. أنت مش على دائرة سفاق سنين ومساكنة ثنين سأقدم دائرة دي. نعم نعم تحية لأهل تحية لكل كنت ننتظر في مكالمة. تحية لكل الأطفال في الجمهورية. مساكنة ثنين تحية المدام هاجر السيدة المتفقدة. شكرا. بالأولى تحيات، نحن واكبنا نشاطكم وأنا كنت حاضر شخصيا وعملنا التغطية وهبطناها على صفحة الإذاعة. نعم. حدثين على الجو البهيج عبر العام الدراسي وكيف تم الختام. نعم سعد مجيد، استسمحك في تقديم مدارس دائرتنا على تحت إشراف السيدة متفقدة هاجر السقطني، وتضم هذه المدرسة 8 مدارس، هي على توالي البرجين، المحطة، الحي الشمالي، بني كلثوم، لكنيس، غبوب، وادلاية، ولد مبكر. كان مشروعنا هذا أثناء هذه السنة مشروع الدائرة كان هو الإبداع الرقمي في المطالعة. الإبداع الرقمي في المطالعة. نعم، فقد حرصنا كل مدارسنا حرصت على استثمار هذا المشروع واستثماره في التعلمات. بدأنا المرحلة الأولى باستثمار القصص في التعلمات، خاصة منها التواصل الشفوي، وقد توخينا طرق عديدة لتحفيز المتعلمين وتشجيعهم على المطالعة في ظل هذا النفور وهذا البعد عن الكتاب وعن القصة. رجعتوها من نعم. نجحتوا باش ترجعوها بطريقة يعني بطريقة ممتعة. مثلا أذكر لك بعض النقاط، مثلا دعوة بعض مؤلفي القصص منهم أنت سعد مجيد لتأتيه حسن مطالع وسي حمدان الجبيري، وكان شرف لمدينة لمدرسة البرجين أنها تكون سباقة في هذا الإطار. بارك الله عليك. بدعوة سعد مجيد ودعوة سي حمدان الجبيري ودعوة سي حسين الجبيري سيد وزارة الجورنال، وبإذن الله ستتواصل هذه الدعوات وفي السنوات القادمة بإذن الله. وقد أثبتت هذه التجربة نجاحتها فيما لمسته من التلاميذ من لهفة على القصص وحرص على المطالعة والعودة إلى الكتابة والقصة. الحمد لله. كانت المرحلة الثانية من المشروع هي محاكاة القصص، يعني كل تلميذ يحاول أن ينتج قصة تحاكي القصة التي طلعها، مثلا قصة سيرة وزهرة الجونار، سامي وحبة الزيتون، ذات العينين الخضروين وزهرة النرجس، حبيب القطة الصغير سي حمدان، مثلا علي والأرنب الصغير، ألفة والكلب الوفي إلى آخره. ثم المرحلة الثالثة هي إنتاج قصة ورقمنتها. في هذا الإطار حرصت السيدة هاجر متفقدة الدائرة على تأطيرنا من مربين وتلاميذ وتمكيننا من تكوين في فوتو ستيج للأبليكاسيون هذه التي تمكن المتعلمين من رقمنة قصصهم والمشاهدة. تطبيقة خاصة تحول القصة الورقية إلى قصة رقمية. نعم. وتبارك الله أنا شفت وحضرت وكنت عضو في لجنة التحكيم. نعم. خدمة كبيرة ما شاء الله. نعم شرفتني بحضورك. عايشي. وكانت في الدورة هناك دور تمهيدي مؤهل للمباريات النهائية، وقع فيها تقديم قصص المتبادلين مصحوبة بمجموعة من الأسئلة إلى حول المبنى والمعنى. فيها وفيها سؤال حول كيفية رقمنة القصة. نعم. لأن التلميذ وقع تكوينه في هذا الأمر وأردنا أن يكون أن نرى مدى تمكنه من ذلك. وأخيرا ما كانت تسمح تعطينا الفايزين. الفايزين شكو فازوا عندكم؟ سليم جانب وريان المجاهد. مدرسة المحطة هي الفايزة بالمرتبة الأولى، ومدرسة البرجين المرتبة الثانية، ومدرسة بني كلثوم المرتبة الثانية. أنا أتذكر في تقرير التحكيم قلنا رأي الإمكانيات متفاوتة. نعم. وراه الترتيب ذي لا يدعي الموضوعية. نعم. إنما يطلبها ربما. نعم. على خاطر المتغيرات اللي باش نقيسوا بها مختلفة ومتفاوتة، كلهم نعتبرهم فايزين. نعم. احنا اللي شاركوا الكل نعتبرهم فايزين، والترتيب ضروري للتحفيز وكان فقط. ثم نعم. جوائز قيمة ربي فضلك. شكرا جزيلا. نعم. نورتونا وتحية للأسرة التربوية. شكرا. قاتبة. نعم. في دائرة مساكن واحد ودائرة مساكن اثنين للغة العربية. نورتيني انت وسيم محمد صالح وفريق المرافق. تفضل استاذة سونس نمشي للقائد خالد الرماح. دونك احنا اليوم استضفنا منظمة وطنية عريقة عندها 6 ذائعة ونور ساطع في ذاكرة الأجيال،
نظرا لأهمية النشاط الكشفي في صقل المواهب وتأثير الناشئ وتعليم الأنفار مجموعة من أسس التعايش الاجتماعي والسلمي تكريس مفهوم التطوع خدمة الوطن. معنا هذا الصباح القائد خالد رماح عن المكتب الجهوي بالقيروان. مرحبا بك. مرحبا بك مدام سندس. مرحبا بك سعد مجيد. شكرا على الاستضافة المرة أخرى. مرحبا بك ديما مدام. تخدم على روحك أخويا والكشافة تخدم في البيئة وتخدم في الناشئة وتخدم. وأنا نحيي زملائي الكل. أنا كنت قائد فوز صلاح الدين الأيوبي وما زلت في حافوز وكشفي ونؤمن بالدور الكبير للمنظمة هذه. وأنا نحيي كل الساهرين. وأنا نتذكر أنا كنت ناديك قبل سي خالد وقفتكم الحازمة في أزمة جائحة كورونا. كيفاش وقفت وقفة الأسود واللبؤات في خدمة هذا الوطن؟ ربي فضلكم. أما اليوم نتحدث عن الكشافة والمدرسة. هذاك دورنا دور في كل المحطات اللي ذكرتها سي عبد المجيد. وما زلت الادوار ما زلنا نقوم بواجبنا ونحو الوطن نتاعنا. في فما حاجه في عجلولة ان شاء الله. ان شاء الله فما نشاط متميز ان شاء الله نقوم به مع مدام سندس. اما تعقيب صغير على النشاط المدرسي على الاقل. النشاط المدرسي عملنا نشاط مع دائرة البطل القروية الجديدة اللغة العربية مع مدام سندس. مدام سندس السباعي. وكل الفريق الممتاز بتاع مدرسة الرشيد الباطل حاليا بالأحمر وكل الجماعة تبارك الله. ما شاء الله. بالغير من تحياتي. تحية كبيرة. وأنشطة أخرى مختلفة مع بقية المؤسسات التربوية خاطر احنا في شراكة مباشرة مع الحقيقة دورنا هذاك. احنا عز باش نتواجد مع زملائي خاطرين كمربي نحب نكون وجد كشاف. هي منظمة تربوية في الأساس. ما فيش بالنسبة مدرسة الكشاف. مدرسة اجتماعية ومدرسة حياتي. درست حياتي. مرحبا بك. بالنسبة لنشاطنا مع مدام سندس أسبوعي إن شاء الله عندنا برنامج كبير نحاول باش نأثوه من خلال بعث ذوات فوج في عين جلولة. أعدديت عين جلولة ولا معها؟ إن شاء الله إن شاء الله في عين جلولة البلدية إن شاء الله قدر ربي. سي عبد المجيد هي المؤسسة كما شرط هي تتفتح على المحيط بتاعها. لا أنا قصدي ممرات يكون فوج في مؤسسة مدرسية معينة ولا يكون فوج معنا يجمع عديد المؤسسات التربوية ولا عديد مكونات المجتمع بصفة عامة. يعني مش يكون فوج عين جلولة. هذا عين جلولة إن شاء الله. ممتاز جدا. بدايته كان معتمد جديد يظهر فيه ناشط إن شاء الله. تحية لي ورئيس بلدية سيد أحمد الماجري. نعم. وثم عندكم زادة في عنا مراسلنا مراسل حياة فهم في سمير الشيب في عين جلولة راهو ناشط ومبدع راهو في غاية الإبداع لكنه متواضع برشا. هو ليتباهى يتعفف على الظهور أما رائع جدا. مدام سندس تنسق معاه وسي خالد تنسقه مع سمير بحول الله تعملوا حاجة مزيانة في عين جلولة. دورنا وجبنا الحقيقة هو باش نمدوا يدينا لكل الفاعلين وكل اللي الراغبين في النشاط في العمل. خاطر الحقيقة نحس بروحنا مازلنا الميدان مازال يعيطنا باش نخدموا كما الحقيقة زي ما تحبش توجه حاجة تحبش تبلغ رسالة لأهالي عين جلولة. دعوة مادام عندكم مشروع خلينا نربحوا معنا لونتين باش نوصلوا الرسالة نتاعك. ثماش دعوة ثماش حاجة الحقيقة دعوة موجهة مباشرة لأهل الأهالينا في عين جلولة. الكل اللي نشط نبدأ بالولاد نقبل كل ما نشط في الحركة الكشفية وحسب اللي هو قدمت له إضافة دوره تو واجبه باش يبدي المساعدة باش يعاوننا في إنشاء الفوج. مادام سندس حددتوش موعد؟ والله احنا ان شاء الله بقدرة ربي الاسبوع الاولاني من شهر جوان باش نعملوا تظاهرة ثقافية كبيرة في عين جلولة وباش نستدعاو سي خالد رماح والكشافة نتاع القروان وقيادة الجهة. قيادة الجهة نعم. وبعدنا الانفار الناشطين في الكشافة اللي باش يعملوا بانشطة اللي باش تعرف. صدقني سي عبد المجيد سيد المعتمد سألت لمذا الكشافة قالوا شو معناتها كشافة وين كان راه ثم هي جذور المنظمه موجوده أما في الجيل هذا غايب عليه شو معناتها كشف من المشهد الطبيعي الموجود غادي بلاد كشف نتاع كامبينغ فيها تنجم تعمل مشروع مع البيئه تنجم مخيمات الى اخره. ما لا لا نقول لك لله ما احلى الطفوله. لله ما احلى الطفوله انها حلم الحياه عهد كمعسول الرؤى ما بين أجنحة السبات. لله ما أحلى الطفولة إنها الحياة كيدز. الحياة كيدز.
فخرة بلادنا أولادنا، فخرة بلادنا، ولولا سيداتنا وأسيادنا ما تحققت هذه المفخرة. نقف إجلالا في فقرة قفل المعلمين للمربين الأفاضل الذين أنفقوا من العمر عقودا وما زالوا يتمتعون بهذا الدور الإيجابي في المجتمع. اليوم نكرموا الأسرة التربوية من خلال قامات، من خلال قامات. حاضر معنا في الاستوديو معنا استاذنا العزيز سي محمد صالح حجلاوي، ديما نقول لك مرحبا بك وربي فضلك. شكرا سيدي مجيد، نجدد لك شكرا لكم جميعا. معنا رجل انفق الكثير في خدمة المدرسة التونسية، في خدمة الناشئة. معنا الاستاذ مختار السيري. سي مختار نورتنا. بارك الله فيك خويا، مرحبا بك وشكرا على الدعوة. سي مختار نقولوا لك ربي فضلك يعيشك، وأسرة فاضلة، أسرة مربين، وتبارك الله عليكم، وأنت خليت الأثر الطيب ما شاء الله. وما زالت المؤسسات التربوية اللي خدمت فيها تلهج بذكرك، وما زال وقع خطاك وصوتك ماثلا في الأروقة وفي القاعات. الحمد لله. شكرا سي عبد المجيد، ما تكثرش عليه برشا، راني بكي في صحن. اي نعم والله، ونحنوا ديما لك المجهودات اللي عملناها الكل هذيك في سبيل سي مختار بلادنا، بلادنا، بلادنا العزيزه الغاليه، تونس الدره، تونس الحب، تونس الجمال، تونس التأخي، تونس الحضارات المتعاقبه، الجينات نتاع التونسي راهي جينات مخصوصه، نحن نفاخر بهذا ونفخر يا سيدي. اذا بالتالي كي نشكرك ونقول لك ربي فضلك ومن خلال كل زملائنا، هذا واجبنا. نحب مجتمع العرفان والاعتراف يزينا، ما نحبوش الجحود وما نحب. احنا نقولوا لمن احسن احسنت ربي. المرفيت انت تقول لي راي بالحق. الفقره هذه فقره مشاعر، فقره مشاعر ومواجيد. الفقره هذه مرفيت صاحب الشابي في المقعد هذاك يبكي بكاء وقت جات المكالمه الهاتفيه، وانت كنت من الناس اللي صاحبي وخويا ذيك تعشرنا معنا. ربي فضلك. هاو احنا سي مختار باش نحلوا باب المداخلات الهاتفيه. عندنا 70 035 120 اللي حب يتفاعل مع المكرمين اليوم اللي هما سي مختار السيلي وسي خالد جنيح. سي خالد صباح النور. نهارك سعيد مبارك، بارك الله فيك على استضافة قديك وربي فضلك. يا سي خالد احنا انا وياك ما عاد خدمنا بعضنا، خدمنا برشا. هو التكريم مش لي انا، تكريم هو احنا. اسمع، احنا الاستوديو يأخذ في الاسبوع معناها زوز ولا ثلاثة، ولكن من خلالك ما احنا نكرموا كل المعلمين، وان شاء الله يتداولوا على منبر هذا اخيانا واخواتنا اللي مازالوا يتمتعوا بالصحه وان شاء الله بطول العمر. ربي فضلك سيدي عبد المجيد. سيدي التكريم ليك انت هو في الحقيقه. لا العفو، الله يخليك. انا لا اخذلي، انا هنا راني بصفتي صفتك القائم على البرنامج هذا. لكن صفتك كمربي. ربي يستر. وين حضرت وخدمت معاك في باش نرجع لك ناخذ المكالمه الهاتفيه. الو الو الو، اهلا وسهلا، شكون معانا؟ صباح الخير. صباح النور. لبيت عليكم الكل ان شاء الله بخير الكل. يفضلك. معكم مدام راقيه. مدام راقيه، مرحبا بك مدام راقيه. وبيك عايشك ربي فضلك. هاي ربي فضلك. شو من محاسن الصدف اي انا حبيت نتكلم باش نكرم سي خالد جنيح اللي عملوا مع ولدي. نلقى معاكم زاد أستاذي مختار السهيلي. سي مختار السهيلي. إيه مالي، هاي صدفة مزيانة برشا. مثل مدام راقية اليوم من حظك. إي ونزيدك إذا حتى ولدي سنيت وكل سي خالد ربي فضله. سي خالد أم ياسين القصراوي أكيد مش يتفكروا. متشرف قرا عنده وسنة في الكوليج عند سي مختار السهيلي. يا ربي نشكر يا ربي. ايش تحب تقول له المربين الافاضل؟ والله صدقني معناها عندي بارشا كلام وخايلني التعبير، نقول لهم ربي فضلهم خاصة الكل كل الحقيقة. وسي خالد نقول له الله يبارك لك، خاطر خلى أثر كبير 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 في ولدي الحقيقة. من المعلم من الوحيد، باش ما نقولش من الوحيد، مع باش ما ناكلش حقها مدام منى العادي زاد نقدم لها التحية. الوحيدين اللي فهموا ولدي واللي خذوه معناها ببلين، مش معناها باختصار خليوا اثر طيب في ولدي اللي هو معناها لازموا هونو في خالد يعرفوا. مدام راقية شويه. نعم مدام راقية، احنا نعم. من خلال الفقره هذه ايوه اش حاجتنا؟ ثم رساله نبلغوها للمجتمع. أيوة. المجتمع نحبوه يستعيد تقديره للمدرسه،
تقدير للقلم وتقدير للكتاب وتقدير أكيد. للمعلم وتقدير للمعرفة. اليوم يا أكيد. مدام راقية، ثم تيارات جارفة اليوم في مجتمعنا، صار ثم انبهار بمظاهر ليست مظاهر إنسانية دالة على الفعل الراقي، ينبهروا بحويج ببهرج حياتك المذهب فهمتني الزائف، وينبهروا بالثروة المالية وينبهروا بقدار الفخمة، ولكن في الحقيقة هذيك نقول أنا يعني خالية من المعنى وخالية من طعم الحياة الجميل وخالية من معنى الفعل البشري الراقي. نحب مجتمعنا يعيدك التقدير. قبل كان سيدي المعلم كي يتعدى في الشارع الناس كل تقفله، الناس كل تحييه، كان في الحومة هو الأمر الناهي، كان هو اللي يشاوروه، كان هو اللي يعطي رايه. نحبوا نرجعوا يلزمنا، وهذا دورنا نحن الأولياء باش نرجعوا هاك الوقار الكبير. هو مازال الوقور الحمد لله ومكانته محفوظة، أما نحبوا اعتراف المجتمع للمدرسة التونسية وللمعلم. ربي فضلك اختي راقية. هو احنا رانا اي حد اي الكلنا راهم عندهم يد كبيرة، اي مربي في اي مربي عنده يد كبيرة في اللي احنا واللي وصلنا له مهما شنو اللي وصلنا له. نعم. راهم كان مش هما ما نوصلوش للي وصلنا له فعلا. وربي فضلهم يا سي خالد، ربي فضلك وربي يسدلك بصحتك انت مدام موني، ومزيدك راي فقراسي كبيرة وما ننسك حتى مزية ولدي للي ان شاء الله ان شاء الله بشي. انت قلت لي نهار اخر يجيبه لي وقل لي شوف ولدي سي خالد شو ولا باذن الله. ربي يطول في عمرك ونجيبه ان شاء الله، وانت وسي مختار ربي فضلك يا سي مختار زيد. ربي فضلك. شكرا جزيلا مدام راقية. نواصلوا مستمعينا الكرام تلقي مكالماتكم الهاتفيه على 70 035 120 في سياق فقره طفل المعلم، تكريما للمربيين الفاضلين سي خالد جنيح وسي مختار السيلي، ومعانا صديقي الأستاذ محمد صالح حجلاوي. ربي فضله ونورنا اليوم وزين الأستوديو بمداخلاته الرشيقة وبالصغيرات والمربين اللي رفقوه اليوم صوب القيروان. فضل مدامنا في قفل المعلم. أي؟ أي اسمح لي أن أحيي جميع المربين والمربيات، أي؟ جميع المعلمين. تحية كبيرة، تحية كبيرة أسيادنا ومعلمينا، سواء الذي أحيل على شرف المهنة أو الذي ما زال يتواصل مع أطفاله ومع المجتمع بصفة عامة، وهذا يعني أقل ما يقال في المربي بصفة عامة، فنحن ممنونون لهم جميعا وأنا واحد منهم. راني معناتها صحيح أني في إطار الإشراف، ولكن أنا زملائي كل يعرفوني كوني مديدي للناس كله، ومعناش حتى مزية لأننا نتكامل في هذه المهمة النبيلة الشريفة التي قال فيها شوقي كاد المعلم أن يكون رسولا. نعم. قلت إذن أسمح لي باش نحيي هذا في العموم، ولكن في الخصوص معناتها زملائي وزميلاتي مدرسي وأساتذة دائرة مساكن واحد للغة العربية، وأنت وكبت الأنشطة متاعنا وعندك فكرة عليها سي عبد المجيد، يعني كلهم نشاط وحيوية، وأعتبر أن اكتشفت حاجة سي عبد المجيد. نعم. أن مساكن هي قلعة من قلاع التربية، وسواء معناتها في المدرسين متاعهم بصفة عامة، كل من يشرف على العملية التعليمية، وأيضا انبهرت سي عبد المجيد يوم اللقاء يوم الخميس لما توجنا الدائرة متاعنا بالتظاهرة الثقافية، الأولياء سي عبد المجيد اللي قاعدوا معنا من أنا جيت الموعد كانت 9 جيت 8 ولقيت أولياء منذ الساعة 7 صباحا وهم ينتظرون، يعني باقات الورد يعني في كل مكان وواكبوا معنا العمل. قينا سي عبد المجيد إلى الساعة 4 مساء، ما شاء الله ناس لكليت ولا شربت ولا حتى شيء، ولكن مستمتع. اي نعم، وكانت قاعة دار الثقافة مليئة، يعني مضطرنا نضيفوا كراسي في الأروقة، هذا دليل على انه الجدية متاعهم، فلابد اني نشكرهم جميعا كما قلت على رأس من المدرسين والمدرسات جميعا ومديري ومديرات المدارس ايضا. اي نعم، وكل كل بدون العمل والكتب وأجوار المدرسة زيادة. شكرا، حتى لا ننسى أحد يعني. حتى ننسى أحد. سي مختار. نعم. يا سي مختار. هاي لخص لك المسيرة المزيانة، عماش تسميت وفين خدمت يا سيدي. رحلة كبيرة برشا، والحمد لله الواحد ديما يخزر للقدام. نعم، حلا القدام والمزيلة قل من اللي فات. خلي نشوف سي مختار يا شيخ. ربي يطول عمرك في الخير سي مختار. عايشك.
الرحلة سيدي ديناها بالتعليم الابتدائي. شرف. هي أنا من شرف كبير. شرف كبير أنا من بوحجلة ونعتز بوحجلة. مالك. ريف بوحجلة. تحية كبيرة لأهلنا. أكل اللي نمشي ونقرأه 4 كيلومتر على ساقينا. ولادي دير. وهذه جيل جديد ما عادش يحبك تحكيه له. لا. إحنا بالحق جيت تقول له أقول بلي ما تحكيليش اللي أنت مشيت شليكتك تحت ضبوتك وكذا شنو. أقول له لا هذاك هو الواقع متاعنا. 6 سنين في المدرسة الابتدائية ببوحجلة الجهينات. تحية كبيرة لأهلنا. ونحيي من خلالها سي حمادي الهرابي قراني في المدرسة الابتدائية ولتو حي. تحية كبيرة. جيبونا خلينا نفرحوا به. إن شاء الله بحول الله. من بعد قريت الثانوي بتاعي 3 سنوات في معهد نصر الله. من القلعة الكبيرة. القلعة الكبيرة معهد الحمد لله. منين كان معناها المدير في المؤسسة كان مدير سي بس معناها العقوبة متاعه يا رفض بثلاث أيام يا كف معناها كي نقول كف راه سبيطار معناها أما سي مختار الله يديه قولها خلي رسالة نبلغوها للأولياء راهو التأديب العقاب التأديبي كي يصدر بمشاعر الأبوة راهو ما عادش عنف بالعكس أنا نسميه لطف اي نحبوا الاولياء يفهموا هذا يعني هيدا. بالحق فتره ما فهمتش علاش ما واصلتش علاش خلي المستمعين يعرفوا قصصك ايش قريت سيدي من بعد قريت في معهد المنصوره 4 سنين رياضيات طلعه كبيره رياضيات تقنيه وهذيك معناها النخبة بالحق رياضية التقنية ومن بعد خذيت البكالوريا عام 78 بارك الله مشيت للدار المعلمين العليا للتعليم التقني في تونس لانسيت اللي هي كانت الوحيدة في شمال افريقيا باب عليوة مالوريزمون معناها تبدل اسمه وتبدل يا ليت مخلاها لانسيت اكبر خسارة للتعليم التقني هي دار المعلمين العليا للتعليم خرجت قامت خرجت فريمون معناها بالحق معناها التعليم التقني من اللي تحت المدرسة العليا هذيك ما عادش سي مختار محرز هالروم من جيلك محرز هالروم وكمال ديزاني محرز هالروم قريته قريت محرز هالروم عمل لونسيت بعد اي عمل لونسيت بعدي مقرا عندي لهنا في المنصورة هاي بي محرز هالروم تلمتي قراوا معايا قراوا معايا وهما تلامذتهم قراوا معاهم وانا نسمى جدا قلت يلا وماك مازلت يا خويا شبيب قالوا جد الحمد لله احنا اللي ربحناه من خاصه من التعليم هو الحمد لله ليك ربي الواحد الصوعه نتاعو وكل كي يلقى كتلمذات نتاعو في اي مكان تصور معناها بالحق كي نشوف انا نمشي لاي بلاصه ونلقى تلامذتي هذيك فخر كبير لي برشا تقريبا 35 سنه وانا ندرس في قريت شديت مدير اي قلت لك كملت تعليم العالي نتاعي عام 82 تخرجت عام 82 شو التليفون سي مختار الو السلام عسلامة سيدي شكون معانا معك سامي ذيفي اهلا سي سامي اهلا بزميلنا العزيز سي سامي هاك معايا عاد في الاستوديو معايا اخوك مختار السيلي ومعايا سي خالد جنيح استاذ المدرسة الابتدائية ربي فضله ومعنا زميلنا سي محمد صالح حجلاوي متفق المدارس الابتدائية تفضل سي سيدي عايشك بارك الله فيك تحب نشكركم ساعة للتدخل هذا عايشك وبارك الله فيكم للتيمونياج اللي تعملوها للمعلمين نتاعنا سي خالد معناتها أشهر من نار على علم في القروان نسكم تعرفه وتحبه وتحيي في تاريخه في المجال التربوي سي مختار زاد تقول لي من اقدم الاساتذه اللي بداوا في معهد المنصوره قبل ما يولي معهد ابن الجزار ومعهد عقبه ومن اقدم اي نعم سي سامي معك يا اخوي الغالي معنا سي سامي الضفاوي هو متفقد المدارس العاديه والمعاهد في ماده الاعلاميه ان شاء الله يرجع لنا عبر الهاتف نرجع سي مختار وصلنا ل 82 خرجت عام 82 رجعت للمنصورة نعم. خرجت منها عام 78 رجعت لها أستاذ أي. تعليم تقني قبل ما يتقسم معهد المنصورة كان يضم في 3000 تلميذ يعني مش شوية
تقسم عام 84 وصلت انا غاديك عام 87 خرجت في تعاون فني في الجزائر شقيقة الجزائر والله برشا التكنيك شقني خرجوا مشينا وقتها زوز كيران معبين للجزائر وفرصة كبيرة ياسر للجزائر في الوقت هذاك لقينا التعليم التقني معناها برسك ما عندوش حتى حظ غاديك في بدايته في بدايته ما عنده حتى حظ نلقاو دي ماشين كشتي كل ما ديزاتو لي كشتي ولا حلينا كل ماتريال كل وزدهر داك التعليم التقني في البريود نتاعنا احنا اللي مشينا فيها للجزائر قراو معنا اشقاء زيادة من سوريا من فلسطين قراو معنا حتى من فرنسا من برشا بلدان احنا غاديك اللي سيطرنا على التعليم التقني غاديك واصلا وتات مره قدامي مدير في متقنه هم يسموها المعهد التقني يسموه متقنه يقول لهم هذه ما هي هم لغتهم يقولوا على الحاجه البيضاء يقولوا بيضاء واش ساده حاجه كحله يقولوا سوداء يقول له كيف يجيك الاستاذ يسموه شيخ يقول له كيف يجيك الشيخ التونسي ويقول لك هذه بيضاء هي سوداء يقول له صحيح بيضاء يعني مصداقيه نتاعنا تحيه لاشقائنا في الجزائر بالمدرسه الجزائريه تعرف انت باش الجزائريه قراو في تونس بدايه الاستقلال سيرتو خاصه اللي في شرق الجزائر وكل قراو في المدارس التونسيه معنا مكالمه هاتفيه الو وي عسلامه سعد مجيد اهلا وسهلا سي سامي رجع يعطيك الصحه من عصر الاشكال ميسج سي سامي مرحبا بك تفضل اخويا يعطيك الصحه بارك الله فيك كنت يعطيك الصحه ساعتي للبرنامج هذايا ولا حاجه فاهم اللمسه الوفيه هذه لرجال التربيه يعني الحق رحب برشا بالضيوف اللي معاك يعطيهم الصحة وناس معروفين برشا وناس مشهود لهم بالكفاءة نتاعهم وبحبهم بغيرتهم على التربية والتعليم في تونس هذا اللي حبيت نقوله بارك الله فيكم ربي فضلك سي سامي ونورتنا بمداخلتك وتحية إكبار وإجلال لسيداتنا وسادتنا الأفاضل سي مختار نرجعوا رجعت من الجزائر عام 92 أي 10 سنين بعد التخرج رجعت كان النسق نتاع التعليم نتاعنا ما هوش كيما كان رجعت وليت بدأت المدرسة الأساسية عندنا أي اللي هي كانت في الجزائر من وقتها عرفت أنا اللي التعليم مش يمشي ويهبط صراحة الأساسي شنو هذاك هو اللي نقص شوية من الريتم وتبدلت البرامج وما عادش كيما فين رجعت تقري سي رجعت في المنصورة في ابن الجزار اللي خرجت منه مدير اللي خرجت منه مدير قريت حتان أستاذ معناها هندسة ميكانيكية حتان 2011 جات الثورة الزملاء اقترحوا عليا وقتها وليت المديرين يدخل فيها النقابة ويدخل فيها أي وانا كنت من النقابيين وكل حزام النقابي الصحيح اقترحوا عليا الزملاء باش يشد مدير غادي في ابن الجزار اللي هو اللي صعيب شوية معناها في الإدارة نتاعو اكا صعيب ويلزمها حد معناها عديت 6 سنين غاديك في المؤسسة ابن الجزار عيلة واحدة نخدموا مع بعضنا ما عماش نهاية مسارك عام 2017 ربي يعطيك الصحة 2017 طول العمر ربي فضلك التقاعد وينورك انهاء المسار المهني بشرف المسار المهني مازال نستقبلوا مستمعينا الكرام مكالماتكم الهاتفية مازال نستقبلوا سي شاكر المكالمات الهاتفية نرجع لسي خالد جنية عايز سي خالد احكي لي على البداية واختصر لي شوية بس رحلة طويلة عماش تخرجت فين قريت وقتاش انهيت مسارك المهني تفضل بديت العمل نتاعي عام 1983 فين؟ بديته في مدرسة بعيدة على القرون اللي هي الشريطية الجنوبية يا ودي مش بعيدة الشريطية أصحابك بداوا في التالة وبداوا في بعيدة يعني في الريف في الريف 13 كيلومتر وقتها بيست فيها باش تمشي كيفاش تتنقل موتور مشيتهاش على رجليك مرة لا بدل دراجة نارية نصف نصفها علاش تعطبت الدراجة دز في الدراجة واضح هذه المعلمين الكل في اللي عاشوها الحالة هذه وبعد يا سيدي من بعد تنقلت لمدرسة ولد نهار اي قريبة بعد ولاد النهار ولاد النهار 5 كيلومتر 5 كيلومتر قرب قريبة اما طريق التنقل صعيب اصعب نعم صعيبة برشا نعرف اي خاصة وقت المطر وقت خدمت غادي في ولاد النهار ثم انتقلت الرقاد مدرسة رقاد مدرسة رقاد مع العقبي وقت مع عبد المجيد لا مع سي عبد سي الفاسي سي الفاسي اي تحية وبعد التربية ومن بعد من غادي مشيت
لولاد فرحان لكن خدمت فيها نهار. على كل حال انت دخلت في تاريخ المدرسه. وبعدين من ولاد فرحان تحولت للطيب المهيري، مدرسه الطيب المهيري. طيب المهيري مشيت للطرب مع مدام فاطمه درمول. ونحييها من انا طلبت البارح حبيت اتدخل ما تحصلتش عليها، مدام فاطمه درمول زوجة الشاعر القيرواني محمد تراد، ربي يطول في انفاسه وفي انفاسها زاد لاباس عليها تبارك الله. لاباس ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. ثم مكالمه هاتفيه. الو الو الو، صباح الخير يا عبد المجيد. اي صباح النور، شكون معانا؟ ريتال هاني. اهلا سهلا، اهلا يا ريتال، يا لله تغيب عليا المده هذه الكل يا ريتال. صحتكم الناس الكل يا ريتال، تغيب عليا المده ما تسلش على اذاعه حياتي فيها استوديو الكونكور ولا شيء. اسمع ان شاء الله نفرحوا بيك بعد نجاحك هنا في الاستوديو، نحتفلوا بيك احتفال خاص. اش احوالك ريتال؟ لاباسه؟ اش تحب تقولي؟ تفضلي يا ريتال. في هذه المناسبة نحيي كل مربي وكل مربية تونسية ولا في كل العالم الكل، هذه خدمة نبيلة برشا، وكذا المعلم أن يكون رسولا. اي نعم، ربي فضلك يا ريتال للفنانة المبدعة الذكية المتميزة. الصوت الرائع يا ريتال، صباح الخير يا ريتال. السلام عليكم مدام سندس. لا خير، عسليمة ميمة، وينك توحشناك راو. هاي حتى توحشتونس الكل. هاي نغني لكم اليوم أغنية علمني للفنان الكبير لطفي بوشناق. يلا بينا مفاجأة حلوة. هاي ريتال. علمني سيدي، تنترارا سيدي، علمني وخذ بيدي، علمني وخذ بيدي، علمني سيدي، تنترارا سيدي، علمني وخذ بيدي، علمني وخذ بيدي، علمني نقرا ونكتب، علم وامتحن وقدم، علمني نقرا ونكتب، علم وامتحن وقدم، مهما كان صعب امتحانك الدنيا امتحانها صعب، مهما كان صعب امتحانك الدنيا امتحانها صعب، علمني وايدك في ايدي خليك معايا يا سيدي، علمني وايدك في ايدي خليك معايا يا سيدي. تصفيق تصفيق. احسن هدية، احسن هدية. حبيبي كل هيا يا ريتال انصافي. هيا ربي وفقك ان شاء الله، هاكل عشان نتقابلوا في الامسيه الادبيه في بيت الشعر، عاد ما تنساش خمسه المعليك والراوك مدام نزهه سلمان عليها، وربي يفضلكم مستمعينا الكرام. حبيت نشير الى حدث ثقافه اليوم في الامسيه الادبيه ببيت الشعر بالقيروان الساعه الرابعه مساء، نهج سيدي عبيد الغرياني اللي مش يعود فيه شاعرنا المبجل مصف لهيبي للنشاط بعد حادث المرور وبعد سلامته تبارك الله. اليوم نرجعوا نسمعوه ان شاء الله. مستمعينا الافاضل نخرجوا فاصل ثم نعود. الحياه كيدز، الحياه كيدز. أولادنا فخرة بلادنا، ولولا سيداتنا وأسيادنا ما كانت هذه المفخرة. أستاذ سندس إيش عنا في الفقرة هذه؟ الفقرة هذه عنا ضيوف مستقبلينهم من ولاية سوسة، كما نلاحظوا أنه مدارسنا أصبحت ناشطة في مجال الإتوينينج وفي التوأم الرقمية. ولاية القيروان عنا مدام سوسة، من سوسة أنت من مدرسة الزهور والقيروان، مدرسة وزدت تشاع في على برنامجنا إشاعة على الإعداديات الموجودة في المعتمديات المجاورة للمدينة القيروان. معنا المدرسة الابتدائية حفوز المركز اللي باش تقدم لنا النشاط نتاعها في مجال الإتوينينغ وإعدادية حي الزهور سوسة زادة. مرحبا بكم. نمشيو مع الأستاذة نجم رابط. يلا صباح النور. صباح النور، مرحبا بكم، شكرا على الاستضافة. نورتونا في حياة القيروان وفي حياة فهم.
مرحبا، شكرا. عايش. نقدم نفسي، الاستاذه نجوى المرابط، استاذه اعلاميه باعداديه الزهور سوسه. اليوم باش نمثل مشروعي اللي هو انا معناها اسسته، هو مشروع تربوي تابع الايتوينيك، هو البرمجه التوأمه الرقميه. اش معناتها ايتوينيك؟ بكل بساطه هو برنامج اوروبي بشراكه مع وزاره التربيه ومسؤول على تنفيذه في تونس، سي ان تي. انت اسسته في مدرستك ولا في مدرستي في الاعداديه نتاعي تلامذتي، واستدعيت شركاء من تونس ومن خارج تونس باش نخدموا مع بعضنا في المشروع التربوي هذايا. بديناه في جانفي وفي شهر ماي هو معناتها النهايه نتاعو، احنا في المراحل الاخيره نتاع المشروع. المشروع هذايا اسمه مدينه التفكير الاخضر نحو مدينه مستدامه وذكيه، بالانجلي ثينكينغ جرين توردز سمارت سستينبل سيتي. المشروع هذا قلنا بيداغوجي، هو تربوي، معانا 8 دول اوروبيه اللي هي بطبيعه تونس الفونداتيس نتاعو اني، ومعايا زاده شريكه من تونس من مدرسه التحرير، ثلاثه الاستاذه مدارس ابتدائيه سيده حيه بن احمد، حيه تحرير تونس. اي الحاجه القويه برشا في المشروع هذا انه الشركاء نتاعنا اجانب وتوانسه، عندنا 13 شريك من خارج تونس، وعندنا 14 شريك من تونس. نبداو بشركاء من الخارج، عندنا من ايطاليا وتركيا وارمينيا ورومانيا والاردن وسلوفينيا واوكرانيا، وعندنا مؤسسات تربويه من قفصه سيدي بوزيد وطبيعه القيروان تونس والقسرين وسوسه بطبيعه انا ومعايا زميلتي اخرى. هذه اللي فهمت، وانا التوأمه الرقميه المنخرطين فيها المؤسسة التربوية وكل واحد يعمل مشروع. لا، هو نفس المشروع. نفس المشروع تخدم عليه الجمهورية كاملة. نعم، أنت تختار الشركاء، هي الفكرة إنه إحنا مش نخدم على المدينة المستدامة. أنت قديش عندك من شريك في تونس؟ عندي 14 مؤسسة تربوية. ثم مؤسسات أخرين منخرطين في التوينينغ في التوأمة الرقمية وماهمش معك في المشروع؟ بيان سور. ولا هذا حبيت نفهم. على خاطر فما برشا مشاريع تربوية. إي يعطيك الصح. نعم. معناها أنت المشروع هذا فيه 13 شريك. انت من طرف نمرو المؤسس 13 شريك اجنبي. أي؟ مؤسسه اجنبيه و14 مؤسسه تربويه تونسيه. واضح. ولا وعندنا 130 تلميذ مسجل في المشروع هذا اللي خدمه معنا. بما فيها مدرسه حفوظ المركز معاك. بما فيها مدرسه حفوظ سي توفيق. صباح النور. صباح النور، مرحبا شيخ حفوظ. الله يخليك. حفوظ شوي اخر ونحكوا على المشمش يدول. هاي ان شاء الله يا خويا صابت المشمش في خيط الواد، هكا عملوا مهرجان ان شاء الله تكونوا حاضرين بحضر في سويل في خيط الواد، عملوا مهرجان الشاشي، مهرجان المشمش. ان شاء الله الدوره الاولى تكون ناجحه ان شاء الله ربي يوفقنا. مشروعنا مشروع من خيرات مدرسه حفوظ المركز ضمن مشروع التوأمة الرقمية. كانت تجربه جديده واول مره. استدعتك مدام نجوى ولا انت مشيت لها؟ والله كانت صدف الاسبوع العربي للبرمجه. هو كان الاسبوع العربي للبرمجه هو كان سبب انه يجمعنا بال. اي نعم. شاركنا مع مدام حياة. اي. في مع مدام نجوى. نجوى مرابط. في المشروع. أي؟ كان عن مساهمة في مشروع في ورشة السبورة التفاعلية. أيوة. البديلة. هذا وخدمنا عليها. السبورة التفاعلية البديلة. بديلة على اللوح يعني. بديلة على. بديلة على التبشور واللوح. يعطيك الصحة. ولكن شيء علاقتها بالبيئة. بالمشروع نتاع مدام نجوى. الناس استثمرنا الرسكله. ايوه. رسكلت بعض البقايا. نعم. سواء المكتبيه. ايه؟ او بعض الادوات الالكترونيه كما ايه؟ جهاز تحكم نتاع التلفاز ونتاع ايه؟ راديو. ايه؟ تيليكوموند. يعطيك الصحه. وظفناهم في الرسكله. والسبوره التفاعليه ايش دخلها؟ ايش عملنا؟ نحب نفهم انا. ايش عملنا؟ احنا عملنا وظفنا الرسكله لصنع. وسيله تعلميه فعله. برافو. الحاجه الباهيه اللي قديش من سبوره عملت في المدرسه كعبه واحده؟ بالعكس كنت خدمنا مع شركاء سواء في تونس. أي. كانت عندنا لقاءات. أي. وشرحنا الطريقه. أي. وتمكننا في بعض المؤسسات التربويه منها يخلقوا التجربه الجديده دي. نعم. يصنعوا السبوره التفاعليه. كان عندنا كذلك تفاعل مع المندوبيه الجهويه بالقيروان. أي. وبالتنسيق مع السيده المتفقده سندس السباعي. مدام سندس تحيه لي. تم تكليفي بقيام باربعه لقاءات تكوينيه. اربع لقاءات تكوينيه. نعم. في السبوره التفاعليه جمع مجموعه من الدوائر. أي. ومجموعه من الزملاء. نعم. توجد اخيرا بتمكين المعلمين من استغلال السبورة التفاعلية في مدارسهم. هذه في دائرة القيروان الجديدة. القيروان الجديدة. مع مدام سونس. مع مدام سونس. مش نسلك سير راكوب. أخوي. وفي العلاء في المرقب عملت ليش حويجي؟
احنا ننتظروا اسمعني ما يخاطر دي منطقته مهم سي عبد المجيد احنا لهنا شوف انخراطنا في مشاريع كما هكا ونحبك من التبريفيه يعني مع مدام حياة هو قام بنشر الفكره غادرت وصلت حتى القيروان وخدمنا مع بعض المتفقدين كما سي توفيق الحامدي تحيي في جلوله اي في جلوله استضافني وقمت بدورات تكوينيه غادي لكن يمكن ينقصنا الدعم نحن فكره المشروع ملز اسمعني سي توفيق هاوك الناس اللي توا يتحدثوا على الدعم والجمعيات اللي تعطي في الدعم يا ناس راهي ثم مبادرات كبيرة في المدارس الابتدائية من طرف المعلمين الأفاضل بمرافقة السادة المتفقدين والإطار البيداغوجي يا ولادي مدوا يد المساعدة للمدرسة التونسية صحيح نشجع المبادرات يا مدام سونس صدقني أنا سامحني سي عبد المجيد فكرتني أنا نحكي مع مسؤول في سفارة تونس في باريس قال لي أنا الوالد خليلي برشا فلوس وقال لي خليهم ما بشمشي نعطيهم سكاء قلت له يعيشك يا أستاذ بربي للمدارس زكاة للمدرس زكاة للمدرس اللي مش تبني بيها حكاية ولا حكاية البر تو ما شاء الله جوامع موجودة كان يحبوا التونس لهم الشيخ سي طيب الغزي ربي فضله نقولوا له يا سيدي هز الزكاة هذه صح في الوجه هذه ولا لا للمدرسة إن شاء الله تو إنجازات للمدرسة مثلا وإلا فورنيتور سكولر للتلامذة ولا حكاية صدقني ذيك أحسن زكاة للبلاد الكل واضح ألورت الرقوبي أعطيني توا بالنسبة للثمرة أعطيني لخص لي الثمرة بتاع التجربة الثمرة بتاع التجربة الأثر احنا انا كونت معلمين عملنا تكوين المعلمين وعملتوا سبورات انجزتوا سبورات انجزنا سبورات وانجزنا اعمال قام بها المعلمين تجارب في اقسامها أيوة. في توظيف هذا المنتوج اللي جاء من راسكلا نعم في توظيفه في العمليه التربويه برافو كان ناجح برافو لاسباب عده اول حاجه التلميذ باش يغادر تو معاش باش يتعامل مع تباشير وباش يتعامل مع سبوره التقليديه اللي عندنا باش يتعامل مع جيست ستيلو رقمي باقيات نجم نستعملوها انا في مناسبه استعملت مثلا وسيله تاع وسائل لعبه كانت في ظاهرها هي مظهر من مظاهر العنف لي بيستولي اللي شفناها في الاعياد الماكرون هذاك رجعناه كاستيلو سنه اولى برافو. يخدم ياخذ السيلو نتاعو هذاك في شكل خايه ياخذه في شكل بيستولي ولا في شكل باجيت ولا نجوى باختصار في دقيقه ماذا تقولين في خاتمه هذا الحصر انا نحب نشكر كل الشركاء اللي معايا في المشروع لان الافكار هي معناتها موجوده برشا عملناها اونلاين نحن نتقابلوا ونخدموا في انشطه اونلاين الورشه نتاع راسكلا كانت واحده من الورشات عملنا ورشه الطاقات البديله عملنا الكودينغ الروبوتيك برشا ورشات الامباكت نتاع الاتويني كل بروجي نتاعنا على ليسيتنا وعلى المدارس نتاعنا الكل تلميذ حفزناه وادمجناه في وسط الواقع نتاعو باش يعرف شنو المشاكل البيئيه وكيفاش نجموا نلقاو حلول استاذه واضح استاذه نجوى شرفتينا شكرا الوقت وصل الوقت الفقرة تحية كبيرة للأستاذ نجوى المرابط تحية للأستاذ توفيق الرقوبي توينينغا المدرسة الرقمية مبادرة كبيرة مستمعين الأفاضل فاصل غنائي ثم نعود الحياة كيدز الحياة كيدز بلادنا أولادنا فخرة بلادنا أنا أبدع وأطفالنا تبارك الله مبدعين ما شاء الله إبداعات في مجالات مختلفة معنا المربين الأفاضل معنا المربي السيد كريم مصباح أهلا سي كريم مرحبا نورتنا عيشك بارك الله فيك سي عبد المجيد أنا عرفتناش من زمان عاد شكرا كنت في القروان وخليت أثار طيبة وتوا في مساكن ربي فضلك نورتنا عايش. في الأستوديو ذكرى جميلة رائعة وحضورك اليوم جميل يا سي كريم معنا مدام جميلة خياش مرحبا بكم شكرا على الدعوة ربي يفضلكم جاوبكم كبير في المدرسة التونسية الحمد لله فضلك الحمد لله ما شاء الله عايشك جبت لنا صغيرات اليوم إن شاء الله باش يقدموا بعض العروض قدمناها في يوم مفتوح في دائرة مساكن واحد في إطار مشروع الدائرة مع سي محمد صالح الحجلاوي شكرا ربي يفضله ربي يفضلكم وكل تحية إلى كل المربين معنا زويزة عصافر التحفونين ذوما ألال مناعي ورميسة طاقي من مدرسة التحرير مش يقدموا لنا حكاويت أي سلموا على الجمهور يسمعوا فيكم الناس دول أهلا بكم أهلا بك سأعرف لكم نفسي أي مال أنا التلميذة آل المناعي تبارك الله أبلغ من العمر 10 سنوات ما شاء الله أقطن بمساكن أي في السنة الخامسة ابتدائي واو بمدرسة تحرير بمساكن شكرا ورميسة
مرحبا بكم، انا رميساء الطاقي، ابلغ من العمر 10 سنوات، اقطن بمدينه مساكن، ادرس في مدرسه التحرير سنه خامسه ه. يا تبارك الله، ايش متقدمون لليوم؟ انا لدي هديه ساهديها. يلا بينا. ساهدي هذه القصيده لكل مرب ومربيه ما شاء الله، فوق رؤوسهم معلمتي جميله الغيشي. اي الغيشي، ربي يفضلها. تتناثر الكلمات حبرا وحبا على صفائح الأوراق لكل من علمني، ومن أزال غيمة جهل مررت بها برياح العلم الطيبة، إلى من علمني أبجدية الحروف وجعل من حروف عقودة لا تداس على الأرض، لكل من أعاد رسم ملامحي وتصحيح عثراتي، شكرا لك. فشكرا جزيلا، تبارك الله على بنتي، ما شاء الله عليك. هي اللغة العربية الحلوة هذه ما شاء الله. ايش رايك يا مدام سندس؟ والله ممتاز، جو كبير. جو كبير، انا ابدع، مبدعة حتى في صوت. اي تبارك الله، ما شاء الله. رمايس، تحب تقول حاجه قبل الحكواتي؟ تحب تقول حاجه اخرى؟ علاش كنت تسلم؟ اي على عائلتك الكل. عائلتك، اقرب المايكرو. عائلتك الكل، تسلمي. ماما ماما اي بابا اي اخواتي اي ومعاهم اختي جميله الخياشي وكل المعلمين اللي قراوك. انت تو سنه انت قلت لي سنه خامسه، مال المعلمين اللي قراوك كل من السنه الاولى حتى السنه الخامسه نسلموا عليه. باش تقدموا لنا حكواتي تو؟ نعم. يلا كلمي ليك مي. يحكى قديما يا صحاب زعما بقصه الغراب، ان الغراب مشى وقال وهل مشيتي مثال، أخطو بعزة الهمام وباتزان يا سلام. وذات يوم يا رفاق جاد الزمان باللقاء، تقاطر الجمع الغفير قصد التباري في المسير، وكان من ضمن الحضور حمامة بين الطيور، تمشي كأنها العروس مختالة تخيي النفوس، بدا الغراب في انبهار وعقله بالعجب طار، وقال والله العظيم لا سرت سيري القديم، خطوي عتيق مستعاب وخطو غيري مستطاب، سأقلد الطير الوديع حمامة الروض البديع، أمشي الهوينا باقتداء متبخترا كما أشاء. وبعد أيام طوال في الخبط من وراء المحال، لم يكسب الخطوة الجديد وقال مشيتي أريد، فلم يتق لها الرجوع والأصل ضاع بالفروع، دون الجديد والجميل ولا القديم والأصيل، وهكذا يجزى العنيد، وذاك هو بيت القصيد. ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله، وذاك هو بيت القصيد. كريم، شكون اللي عمل النص؟ نفضل مدام تقدم. اي مدام، اي مدام قدم العمل هذا. مدام جميله والله، هي قصه لقيتها حاولنا فيها شويه، حاولنا في السيناريو مع حوار حكواتي. اعطيتها محافظه وجربناها في القسم، وما شاء الله عجبتني طريقه الاداء والتعبير حتى جسمانيا، تبارك الله عليهم. الله عليهم. انا نحبوا يا مدام جميله استاذ كريم، نريد اعاده الاعتبار للكتاب لفعل المطالعه، نحب يولي من عادات التونسي انه يمشي يشري كتاب على خاطر أخيها ويشري في حاجات أخرى غذائية لا محالة، مع احترام للغذاء والجسد، أما الروح عندها حق والفكر عنده حق، واللي ما يقراش برشا راهو ما يعطي حد شيء. ديما أنا مدام سندس نمثلها بالإسفنجة، الإسفنجة إذا امتلأت ماء واكتنزت، إذا تشربت حيثما لمستها تنضح شيئا جميلا تعطيك، أما كي تبدأ شيحة ما تعطيك حد شيء. هذاك علاش نحبوا صغيراتنا يقراوا، الأولياء يا ناس امشيوا اعرفوا اش تختاروا، شاوروا المعلمين واطلعوا على المحتوى قبل ما تشروا، خاطر الرفوف طوروا فيها الغث والسمين. نشاوروا يعني سيدي ونشاوروا ستي والاولياء الافاضل تبارك الله مثقفين، يختاروا قصه هادفه سليمه اللغه رقيه المعنى وجميله البناء الفني، وخلي نعودوا رواحنا صغيراتنا يعملوا مكتبات عائليه ومكتبات شخصيه في المنازل. المطالعه المطالعه المطالعه. ايوا مقبلين احنا على العطله الصيفيه، كي المطالعه نستثمروها في انشطه في الدار كيما هكا، نعم، ومسرحيات. اي انت اقرا القصه مثلا حتى مع بنتك ولا مع ولدك في الدار، شو المشكل عندنا الوقت؟ والولي كي راس صغير ويقرا يلزم يتفاعل معاه، اي احكي لي ايش قريت اليوم،
ايش عاجبك اليوم في القصة؟ يا محلية القصة هيدي شنية عنوانها؟ عاية مكتب تقدش ولا فيها توا من كتاب؟ والله يا باور مزيد توا عندي 18 عنشري الولدي اي اي اعمل الواجب المنزلي ذايا الواجب يعني نقصد العمل العلمي المنزلي وتنشري تزوز كتب وثلاث كتب خلينا نرتقي بالمجتمع من خلال الارتقاء بالفكر والشعور. بجنبي صغيرات بركل عليهم هاكم زينيني توا شو محليها لما هذه العزيزة معي ريتيا جهميلة وحنين العجيلي ومحمد حليم مصباح عسلامة سلامة شي حواكم لبس عليكم هيا كل واحد توا مش يقدم روحه هاي انت هاي عسلامة مرحبا بكم انا اسمي ريتيا جهميلة نقرأ في السنة الخامسة واو مدرسة التحرير. يعطيك الصحة يا قديش عمرك؟ ما يعشر سنين. مش عارف شكون تسلم. سلم على ماما وبابا واخويا وعلى عائلتي الكل. حنين. انا اسمي حنين العجيلي. ايه؟ ادرس في السنة الخامسة واو. ايه؟ في مدرسة التحرير. ايه نعم. عمري 10 سنوات. بارك الله. وقدم التحية الى امي وابي واخواتي وكل عائلتي. وكل المعلمين اللي قراوك وخاصة معلمتي جميلة الكل مدام جميلة واللي قراوك من السنة الأولى الكل وكل المعلمين صحيتي 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 محمد حليم عسلام عسلام شي حوالك لاباس لاباس منين جيتنا يا سيدي مساكن اش مش تقدمون اليوم يا جماعة نقدموا لكم أغنية أتينا الحبيب معاكم رميسة معاكم أي أنتم من غادي هم على الميكروفون هذا يلا بينا نطلقوا في الأغنية يلا أتانا الحبيب الرسول المجيب بدين قويم ينير القلوب أتانا الحبيب الرسول المجيب بدين قويم ينير القلوب حبيب أمين دعوت لدين حبيب أمين دعوت لدين بروح مبين ينير القلوب بروح مبين ينير القلوب أتانا الحبيب الرسول المجيب بدين قويم ينير القلوب أتانا الحبيب الرسول المجيب بدين قويم ينير القلوب دعوت العباد لنهج الرشاد دعوت العباد لنهج الرشاد وسست البلاد لنهج قويم وسست البلاد لنهج قويم أتانا الحبيب الرسول المجيب بدين قويم ينير القلوب أتانا الحبيب الرسول المجيب بدين قويم ينير القلوب بدين قويم ينير القلوب بدين قويم ينير القلوب اللهم صل وسلم على سيدنا محمد شكرا شكرا جزيلا جو كبير جو رائع تبارك الله يا مدام سي كريم تقول أردت أن أقول كلمة في خصوص التنشيط الثقافي في المدارس الابتدائية نعم هناك نوادي في المدارس الابتدائية بالجهة تنشط نوادي موسيقى كرة المسرح سينما وغيرها مطالعة وصحافة وغيرها من النوادي عندما فتحت لسان العرب في حقيقة الأمر وجدت كلمة ثقيفة ثقيف الرمح أي قواه قواه وسواه وسواه يعني أن الثقافة هي رافد من روافد التربية وداعم لها وساقل للفعل التربوي ومجود له نعم. إذن عندما نجد نوادي في مدرسة ابتدائية فهذا ليس مضيعة للوقت أو تشتيتا للانتباه والتركيز لدى التلميذ إنما هو دليل على جعل هذا التلميذ
مبدعا حسب صناف بلوم للمراقي العرفانية. نعم. وهي أرقى مرقى عرفاني عند بلوم أن يصبح التلميذ مبدعا. يعني أزمن حاجة نبسطه للأولياء سي كريم نقوله راه يعرف يقرأ ويعرف يكتب ويعرف يحسب، هذه كلها راي مراقي مطلوبة. أما نعم. راي أقوى حاجة نجم يوصل لها إذا كان يوصل للإبداع. وكان معنا نعم. سي محمد صالح حجلاوي اللي هو يقود مشروع كبير برشا، ومدام هاجر نحضرت الأيام اليوم الختامي لدائرة مساكن اثنين وغطيتها إذاعة حياة فهم وتعذر علي، أما وكبت النشاط اليوم الكبير اللي انطلق من الصباح من قريب 8 حتى 4 متاع العشية في مدارس دائرة سفاقس واحد بإشراف مساكن واحد بإشراف سي محمد صالح. كلها تونس كلها تونس كلها تونس كلها تونس كلها تونس. كنا ننتظروا خاطر في تليفون الصباح هذاك علاش بقيت برانشي على من سفاقس. تحياتنا لأهلنا في كل ربوع الجمهورية. أنا حبيت نقول لكم في ختام هذه الفقرة من الوقت هو اللي يوصل الفقرة هذه من أنا أبدع. راه ما يكون مبدع التلميذ إلا بفضل بيئة إبداعية. هكا ولا مدام سانس؟ أشنو هي مثلا النوادي؟ النوادي في المؤسسات التربوية والتطوع. التطوع التأثير نتاع الأبوين حقيقة معناتها يبدا هو يشجع ولده باش يكون مبدع. اي نعم، خاطر كل صغير مبدع راهو بطريقته ما في شك. اي انت يبدا الولي فطن الإبداعات صغيره. أي. صدقني يستثمر صغيره احسن استثمار، والابداع يبان وياثر ابداعه هذاك الحر في نتائجه الدراسيه. وما شاء الله تشوف انت الالقاء والثقه في النفس والابداعات التلميذيه اللي كل حصه الحقيقه انا نلاحظ نقول ما شاء الله وين مخبيين. استاذه سندس سي كريم مدام جميله او سي محمد صالح يسمع فينا في الكواليس، احنا التربيات مربوطه بالحياه المدنيه ومربوطه بالفن، كما التربية الموسيقية، التربية التشكيلية، التربية التقنية، التربية البدنية إلى آخره. حظها في المدرسة الابتدائية للأسف نقولها لأن هذه حقيقة، حظها في المدرسة الابتدائية ضعيف برشا، حتى أنه للأسف الشديد مرات تهمش يعني هذه المواد، وحتى في إسنادها نختاروا شكون يقري الحساب، شكون يقري اللغات، شكون يقري كذا، والتربيات حتى في التوقيت في التوزيع الزمني بالنسبة لموازنة عمل المعلم ولا موازنة التلميذ ما زالت ما خذتش حقها. الحق بالحقيقة نشكر الناس الكل، ثم إبداع وثم خدمة وثم، أما الفنون هذه لابد التربيات أن تأخذ حقها في المدرسة. كلمة الختام سي كريم. أردت أن أشكر بالخصوص زملائي في مدرسة البريد. أي. وكيف مدرسة البريد. مدرسة البريد أيضا شاركت في تحية كبيرة برشا لها، نسلم عليها خيانة الكل وأنا أعمل فيها. أي. إن شاء الله بالتوفيق زملائي. أي. الموجودين غادي وينشطوا في النوادي. تكريم في القروان في قريت قريت في منطقة ريفية معتمدية العلاء منطقة الطوال لمدة 4 سنوات. أي. ولم يمنعنا كان معكسي خالد العيسيوي مدير ولا معلم مدير وقتها مدير ونذكر انا زرتكم غير. أي. لم تمنعنا الظروف الاجتماعيه والاقتصاديه وحتى اللوجستيه يعني انعدام الطريق وانعدام الماء صالح الشراب وغيرها. هذه المدرسه هذه الطريق لها صخر. نعم. حجر باش توصل معناها. نعم. المدرسه هذه. نعم. بعد ما تعمل طريق الاعلام اكثر ولت معناها اكسيسيبل تنجم تعدي منها لكن بصعوبه كبيره. اما نحب نقولوا احنا توا اللي المدرسه هذه نظم تاسست عام 62. نعم. ولا 64 اي تقريبا. المهم اذا كان توا راهي العبور اليها صعب، فما بالك وقت تاسيسها في الجبال في عمق الجبال كان ثم مدارس. نعم. وخرجت اطارات كبيره سي كريم، تحيه كبيره ليك وتحيه. وتحصلنا على جائزه. حصلت وين؟ على جائزه رئاسيه في انذاك تنشيط ثقافي. بالرغم من الصعوبات قلت لك الاقتصاديه والاجتماعيه قلت اردت ان اشكر زملائي في مدرسه البريد وكافه. نعم. المدارس التابعه لدائره مساكن واحد للغه العربيه. نعم. باشراف السيدة سي محمد صالح الحجلاوي. نعم. والمساعدتين البيداغوجيتين السيدة عايدة والسيدة هندة. أي. وكافة مديرين المدارس سي جلال سي محمد سي
الكل سي نجيب و نسيت المعذره نسيت بعض سي كريم الأسماء. شكرا ضغط لي الوقت حبيت نقول لك بارك الله فيك مدام جميله ربي فضلك سي محمد صالح اللي رافقكم مدام كواكب الفحفاحة ربي فضلها الفريق الكل اللي جاني اليوم القروان لذات حياة فهم شكرا جزيلا مستمعينا الكرام فاصل غنائي بعده الأخبار ثم نعود الحياة كيدز الحياة كيدز نزين بالزهرات والبراعم روعة كبيرة كبيرة القيروان بالحق ولاد القيروان قيروان الإبداع وتونس الجميلة هي تونس الإبداع وتونس الجمال فقرة استكمالية بالنسبة إلى نشاط مدرسة البرجين الذي وفدوا علينا هذا الصباح معايا زوز براعم مش يقدمون حويجة صداء لإنجاز سنة دراسية كاملة كان ثم يوم ختامي ثقافي في دار الثقافة معنا زوز صغيرات من مدرسة البرجين امساكن على سلامه تفضل قدم روحك قدم روحك اسمي أليلا موسى نحييك ونحيي كل كافه المديرين الموجودين في حياتك واحنا نحيوك ونحيو الاسره التربويه الكل فانا قسم طاقه سنه سيزيام اني شو اسمك قلت لي أليلا موسى الا الله موسى سيدي عسلام عسلام اني سليم جانب فانا قسم ست سيد سنة سادسة ابتدائي. ابتدائي في مدرسة البرجين عند شكون تقرا عند ساتي ولا سيدي عند ساتي اش اسمه ستي اسمه ونستجيهين ونسي وسيم اش تقولهم قولهم يعطيكم الصحة ربي يفضلكم يعطيكم الصحة وربي يفضلكم وربي يعينكم على المجهود تقدموه معي ما شاء الله تحية ليك وكل مربين الأفاضل اش تحب تقول اليوم اش باش تقدم لنا اهلا بأستاذ العزيز سيد اهلا بيك ربي فضلك ويخليك اش مش تقدم لنا ابداعي مش نغني غني اي تفضل امل تالق ورتقى مثل النجوم محلقة في وسط قلب في الهموم تمزقا قد كنت وحدي في المسير في الحزن عشت كما الاسير حتى رأيت الزهر يزهرها هنا أصغي لنصحي لا تمل فالنصر إيمان العمل من نفسك كن واثقا وبلا وجل لا تقل هذا محال ولا يوجد درب من خيال كن واثقا كن راسخا مثل الجبال شكرا جزيلا ناي انت ايش بتقدم لنا اريد شكر جميلي قصه رقميه اي بايجاز اي تفضل اي أريد شكر زميلي ريان على القيام بالقصة أي. وشكر المعلمة مدام كواكب ومدام وسيلة و... شو موضوع القصة؟ على البيئة عنوانها شو؟ أمل تألق أمل تألق ترى لخصلنا أحداثها بإيجاز ترى القصة هذه إيش تحكي؟ القصة تحكي على البيئة شكون البطل؟ البطل أحمد أحمد شو عمل أحمد؟ أحمد هو اللي خلى القصة أكثر تمشي للواقع تورينا الحقيقة اللي نعيش فيها نحن على البيئة يا نعم شو الحقيقة ترى؟ بيئة هي خايبة بيئة شو حالها اليوم؟ خايب ودور الأطفال ودور المواطن؟ يلوث البيئة وما يحافظش عليها ونحن واحنا شو نحبوه يعمل نخلي القصة نحبو نحافظوا على البيئة كيفاش كيفاش نحافظوا على البيئة مثل اعطيني افعال نعملوها نحافظوا بها على البيئة في المدرسة ولا في المنزل ولا في الشارع عدم القاء النفايات أيوة. في كل مكان معناها اللي في السيارة يكون لازم تكون عنده حاوية ما يرميش معناها العلب عبر النافذة في الطريق العام وفي المنزل تكون عندنا حاويات نخرجها في الوقت المناسب لنقلة يعني الحاويات شنو آخر هاي؟ زادة نحب بعد المصانع عن المناطق الطبيعية اي واليوم تكون نظيفة اللي اليوم نشوف فيها ياسر ملوثة يعطيك الصحة والأشجار قد تكون القصة هذه انتم حولتها رقميا
وشنو التطبيق اللي استعملتوه؟ تطبيق فوتو ستيج. فوتو ستيج ستيج فوتو ستيج، حاولتوا القصة بالصور والمونتاج، يعني ثم التركيب صوتي وثم وكرموكم في اليوم الختامي في مساكن. كرمونا. خذيتوا جائزة؟ شنو فيها الجائزة؟ شنو مكوناتها؟ سكرابل، شترانج، على كل حال هي جائزة رمزية، معناها بصرف النظر على محتوياتها، يعني لجنة التنظيم حابة تقول لكم بارك الله فيكم، نعطيكم الصحة، نشطوا عام كامل، تفاعلتوا مع الكتاب ودربوكم على استخدام التطبيق هذه باش تحولوا القصة إلى قصة رقمية. حبيت مستمعينا الكرام من خلال هذا النشاط نشكر كل المربين الفاعلين، شكرا جزيلا، إن شاء الله نستقبلوكم في فرصة أخرى مدام كواكب مبجلين مكرمين إن شاء الله. مستمعينا الكرام نعود إلى نادي، تفضلي تحذية، أي قدم لنا النادي، قدم النادي. نادي تونس 88. نادي تونس 88 هي منظمة متاع موسيقى أسسها كيمبال غالاهر، هو أمريكي بيانيست حب يحل كلوب دي كلوب متاع ميوزيك في تونس. نعم. ومنهم كلوب متاعنا نادي تونس 88 بمعهد دارلمان. ينشطوا كانت تلامذة دارلمان ولا معاك مجموعة أخرين؟ ينشطوا أساسا معناها كانت تلامذة دارلمان، وفما شكون معناها حب يجي في معنا في لسانة، رغم أنه فما نادي تونس 88 في لسيات أخرين. وريتكم شاركتوا في أنشطة أخرى مع مؤسسات تربوية أخرى، الإكزامبل مثال عقبة، معهد عقبة نشطتوا معه في دار الشباب في اليوم الصيني، ونشاط رائع جدا واستثنائي جدا. حاب تصفيق كبيرة على نادي 88 الناشط بالبركة. شوفوا توا الاستوديو، أعطيني بلان جنرال، الاستوديو حافل بالأنامل الموحية والحناجر الصادحة. ربي فضلكم، مش ننطلقوا الآن في العزف والغناء، اش مش تقدموا لنا؟ تفضل. مش نقدم لكم غنيتنا احنا كتبناها اسمها كنت صغير. يلا كنت صغير معازي في كمانجي جو حذية لهنا للستوديو، يقربوا للميكرو برنسيبال، يلا بينا ما نخلوش في جوال. تفضل نبدأ العزف باش ما يلا بينا. تفضل 1 2 3 4.
should celebrate this reality. تصفيقة تصفيقة كبيرة تصفيقة كبيرة على البراعة من الرائعين. تبارك الله. شكون يتفضل حليه يقدمهم فردا فردا؟ هاي تفضل استاذ ضي اقرب الميكرو. قدم لنا صغيرات تحفونين ربي ينجحهم ما شاء الله. قول لي اقرب الميكرو. استاذ الموسيقى بمعهد الامان بالقيرين والمشرفه على نادي تونس 88. بارك الله عليك يا مدام وربي يفضلك. يعطيك الصحة. نادي هو أنفيت يهدف الفسح المجال للتلميذ أنه هو يبدأ ما يقعدش ديما معامل على أستاذه. نعم. قبل ثم نادي كلاسيكي اللي هو نادي الموسيقى اللي الأستاذ هو اللي يجيب مثلا البرنامج اللي بارتيسيون اللي التلميذ باش يعصفوهم. نعم. نوتة الموسيقية معناتها نقصد الكلمات بتاع الأغاني. باركونتر نادي تونس 88 يفسح المجال كما قلت لك للتلميذ باش هو وحده يحاول يخمم في برنامج باش يقدمه باش مثلا يالف هو بيدو اغاني. بارك الله. مثلا سميهم لي ترابلين حاب نعرف هو النادي اون فيت اسم يكون عنده تلميذ قائد مع الاستاذ المشرف. القائد ايش اسمه انا؟ تلميذ ايات العبيدي. ايات العبيدي فانا قسم ثلاثيام اني سيونس دو لانفورماتيك ثالثة علوم اعلامية العام الجاي بكالوريا. نفرحوا بك ان شاء الله. شكون اخر معاك؟ تلميذ نور العبيدي نور عامر اللي هي زاده كيف كيف المساعدة. نور عامر فانا قسم سنة ثالثة رياضيات العام الجاي بكالوريا ان شاء الله بالتوفيق. شكون اخر؟ دريس المقدادي. سي دريس المقدادي رياضيات. تبارك الله. باش يكون من حسين المقدادي؟ انت ولد سي حسين ولد الفنان الكبير اللي زين المدن الكل. تحية للتشكيل الكبير سي حسين المقدادي كل مزين لنا القروان بالزربية ويعني بالمرش والمعالم الجميلة الكل. وبالمناسبة والله يحب بالمناسبة بتعرف انت صاحب سي حسين وسكين جيب عبان الله يرحمه فني الفنان التشكيلي الكبير. تحية للمبدعين نورتنا يا سيدي. شكون اخر معنا مدام؟ تلميذة ولا نبتي. ولا نبتي فانا قسم سنة ثالثة رياضيات. اسمع سيدي الرياضيات حاضرة بقوة. ايوه ملك السبري ثالثة رياضيات. ملك السبري ثالثة رياضيات تقراوا مع بعض كما. شكون اخر؟ اي زيد سميلي. محمد الدعلول سنة أولى ثانوي. يا سي محمد برافو يا سي محمد ما أحلاك الأكورديون يا سيدي وك الجو. محمد أمين حداد ثاني علوم. اي شذا شمنقي ثاني حداد ثم مدير ليسيك في وقت ملوقات دار لامان سي سيد الحداد كان مدير ليسي دار لمين ربي فضل. شكون اخر؟ فهمي بن سلامة. سي فهمي بن سلامة تبارك الله عليهم مدام ربي فضلك. يعيشك ربي يخليك حقيقة جو كبير برشا عايز. انا فرحان واعتزاز كبير برشا باللي تعملوا فيه. كنا نتحدث على الفنون، الفنون لازم تكون حاضرة بقوة وبصفة رسمية وأساسية في المؤسسات التربوية. شكرا جزيلا نادي 88 مستمعينا الكرام. الأذان ثم نعود يلا بينا فاصل ثم الأذان ثم نعود إلى الأستوديو. فاصل غناء. الحياة كيدز. الحياة كيدز. الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب. نعود إلى برنامجنا أطفال الحياة الحياة كيدز من هنا على البوندا فام 90.3 واللايف ستريمينج الحياة فام بوانات معنا الأستاذة أروى بن حلوة أستاذة الموسيقى المشرفة على نادي تونس 88. أستاذة بارك الله فيك مع الفقرة اللي قدمتها وش عندكم في قادم الأيام من أنشطة؟ تفضل. حبيت نحكي على النادي شوية أنه هو نادي شاركنا في برشا مسابقات ربحنا منهم حقيقة عدة جوائز أهمها هي آلة بيانو أكوستيك لهنا معناتها نحكيه على هدية قيمة أقل قيمة. حاجة مبروك نحكيه على 10 ملايين أموا بارك الله. ديجا نادي الوحيد في الولاية اللي فاز بال جائزة هذه جهوية ولا إقليمية ولا وطنية؟ وطنية كل ولاية مجموعة من المعاهد تربح. أنتم كنتم الفائزين كنا من الفائزين ولا قروين خاطر هو المسابقة محتواها إبراز الأنشطة اللي قاموا بهم التلامذة في النادي مثلا. نعم. عملوا شي عروض في المعهد خارج المعهد أثوا شي هكا بعض الفقرات مثلا في دار ثقافة في نادي في حتى في معهد آخر بالتعاون مع معاهد أخرى. وش عندكم عما قريب؟ والله هو ثم مسابقة كل عام تتعاود في ديسمبر اللي هي إنتاج أغنية خاصة. إحنا أنتجنا زوز أغاني وزوز موجودين في الشين يوتيوب بتاع
النادي نتاعنا اللي هو نادي تونس 88 معهد دار العمال داسك باند المجموعه اسمها يتم تنزيلها هي الاغنيه هذيك في الشين يوتيوب نهار لحد عندكم حاجه مدام نهار لحد جاي ان شاء الله اي بمناسبه عيد الامهات ثم عرض موسيقي باش ياثوا النادي نادي تونس 88 دار العمال في معهد عقبه بن نافع يعني نادي ارتيفيل وي في ليسي عقبه حضروا تلامذه مجموعه من الاغاني معنا وقت والله يذولي الصباح طون حنثبت بضبط ثبت وقول لنا خاطر نحبوا الابداعات التلمذيه المزيانه هذه الناس يواكبوها واحنا كاذاعه الحياه فهم نواكبوها ايضا ونغطوها اسبوعين الفارتين زاد كيف كيف اثوا تلامذه ممتاز حفل بمناسبه اليوم الصيني دونك حضروا بعض الامثله الغنائيه الصينيه قولي مدام الصيف هذا مش تطلقي صراحة ولا ثم نشاط والله لا شك نجم يقعد حتى اون ليني يبقى اون ليني احنا عندنا جروب نتواصلوا مع بعضنا ايه نخدموا حتى اون ليني معناها من نقوم متواصلين يتفاهموا ان شاء الله مع إذاعة الحياة ان شاء الله باش نتابعوا اخباركم ربي وربي يفضلكم يعيشك بارك الله فيك حبيت نشكرك ونشكر الفريق الممتاز ونعتذروا منكم لضيق الوقت وإذاعة حياة فام استوديو نتاعها مفتوح للإبداعات انا ابدع عنوان كبير بالنسبة للطفولة إذاعتنا تخدم على الرفاه الرفاه في معناها الراقي الرفاه النفسي الرفاه الذوقي الرفاه رفاه المعيش رفاه التفكير رفاه المشاعر ربي يفضلكم مدام قروة بن حلوة نورتينا شكرا جزيلا مستمعينا الكرام نعود الى الاستوديو استاذة سندس الفقرة الموالية تفضل معنا تلميذة التقيتها صدفة حقيقة وهي تسير حاملة احلامها وامالها التي اختزلتها في لوحات ابداعيه رسمتها بريشه انتزعت كل غطاء وانسابت بكل حياء الحقيقه شدني في لوحاتها انسياب الخطوط وانسجام الالوان لتكشف لنا شغف فنانه انطلقت في مسيرتها من مشاعر في سريرتها معنا التلميذه مريم خلفاوي وهي ستحدثنا عن تجربتها وشغفها بالرسم صباح الخير مريم سلامه شنو احوالك ميما لاباس مرحبا بك في اذاعتنا عايشك قدمنا روحك يا مريم مريم خلفاوي j'ai 19 ans. نقرأ 3e année d'économie في كرتاج. شكرا. أعطينا الرسم نتاعك، أعطينا اللوحات نتاعها لحظة مدام سندس يعيشك. أعطينا اللوحات، حدثينا على التجربة ذي، أنت هواية ولا تتعلم فيها في نادي؟ والله بديتها هواية، بعد دخلت في نادي تطورت من روحي وخدمت برشا لوحات. يعطيك الصحة، نشوف في اللوحات نتاعك، بارك الله ما شاء الله زيد عدينا اللوحات يا شاكر. أنا الحقيقة مبدعة مريم الخلفاوي تبارك الله على بنتي ما شاء الله إن شاء الله مشروع على السنة كبيرة وإن شاء الله نشوفوك في معارض إن شاء الله في معارض رائعة إن شاء الله إن شاء الله وربي يخليك واسمعني والمعالجة الرقمية عندها دورة أنت تخدم توظف للتطبيقات الرقمية ولا؟ والله يا لي يسمعني هو معنا ضيوف احنا اليوم قدم لنا ضيوفك مدام سندس مع السلامة صباح الخير شنو النادي؟ السلامة صباح الخير شنو حوالك؟ تفضل ميرسي على استضافة أول حاجة العفو واجب باهي أنا أحمد اسم النادي وأنت وزميلتك أنا أحمد حماد بريزيدون دي أم كا كيرو أي بون دي أم كا هو كلوب دو ديجيتال ماركتينغ أي موجود منه في أكثر من 600 كلوب في العالم نعم في تونس موجود في أغلب الولايات أي ودنيير مو عملنا كلوب في قروان ولا الكلوب هذايا بون ممكن في تونس موجود في اكثر حاجه في الفاكولتي اما احنا في قروان عملناه اوفير بالناس الكل كوسوا ايتيديون انتربرونور ما تخدمش تحب تعمل كونفونسيون بيرسونيل تحب تشوف اختصاص اخر يخدمك بالحق الكونتوني اللي نقدمه فيه مجانا محلول للعباد الكل برافو عليك مهما كانت صرنا معك شراكه احنا يجيونا عباد عمرها 50 سنه معنا باش تعلم تفهم ايش معناها ديجيتال باش تفهم 50 سنه نورمالمون راهو سي بون انستالي عنده شهريه ودار شكون معك قدم لنا زميلتك تفضل نخلي زميلتي مدام ميناس بالحق مدام ميناس مدام ميناس صباح الخير الناس الكل عسلامة مرحبا بكم انا نحب نحيي الحياة فام على الفرصة اللي عطتها لنا هذه ايناس الحومة ريسبونسابل كومينيكاسيون بالطبيعة وان شاء الله نكملوا في الشراكة بيناتنا ونطوروا من الدومين هذايا مخير ايناس الحومة ريسبونسابل كومينيكاسيون دي ام كا كيروان دي ام كا هو معناتها كلوب كما قال زميلي احمد هو موجود معناتها في العالم الكل المقر فين يا مدام المقر قروان. احنا مع البارتنير نتاعنا في جو كوميونيتي جرابه قروان جرابه القروان والبارح مشينا عملنا تحقيق معاهم اي مرحبا بكم هبطوا على قريب نعملوا مونتاج ديجا هبط هبط صحيح يعطيهم الصحة يعطيهم الصحة ان فيت الكلوب هذايا نقولوا احنا علاش
جاي معناتها شنو هو البزوان نتاعو. نعرفوا اللي السيبل نتاعنا شكون، هما لي ديبلومي والا انتربرونور والا شيرشور دومبلوا وميم طون لي ستوديون، خاطر كيما صارت العاده دي ام كا موجود في الولايات. تعلم بيان سور، مرحبا بك. هي شنو هي؟ حاجه اوتر كل قرايه، معناتها دي كومبيتونس جدد اللي هما لازمين في حياتنا المهنيه والا الخاصه. تو نحكيو شنو البزوان بالضبط. ما بقاش برشا وقت، خذينا 5 دقائق من برنامج شكر القداح نستاذنوا منه. جست انا نحب نحكي معناتها على البزوان والامبورتونس نتاع الكلوب هذايا. يعطي دي فورماسيون غراتويت في الماركتينغ ديجيتال وكل ما يحيط بالماركتينغ ديجيتال، معناتها الحاجات اللازمين لي كومبيتونس اللازمين باش انت تدخل للدومين هذايا. تنجم تدخلوا كيما قلت لك وانت ما عندك حتى فكره عليه، كيما عندك دي بريكوي قبل في الانفورماتيك في الدومين هذاك، مكتسبات قبل وتطورها. تنجم انتربرونور تطور من مثلا السيرفيس اللي تقدم فيه والا لي برودوي تعرف كيفاش تسوقه، كيف كيف زاد ايتوديون والا كيما قلت لك ديبلومي يتعلم كومبيتونس جديده، يكون قاري حاجه اوتر كو سا، ما لقاش فرصته في سوق الشغل. سامحني ضغط الوقت، حبيت نقول لكم شابو، برافو اي برافو اي برافو. خلينا نكمل. سامحني احمد وصل الوقت، اعتذر منك. مريم انت باش تلتحقي بالنادي هذه تتعلم لي زابليكاسيون تطبيقات باش توصل نتاعك تولي الخدمه نتاعك، ما تستناش يعني يتعمل معرض ويجوك عبيد وتستنى ترى تهبط على الديجيتال وتخدم وفلوس زي ما انا بالحق راهو لازم كل حاجه نجم نردوا الديجيتال باش نشوف هذا الهم تاع ضم تسموه مهن المستقبل راهو. أيه. في المستقبل ما عادش بتلقى برشا مهن باش تنقرض. كيفاش واحد يضمن انه ما ينقرضش؟ لازم يتطور. كيفاش يتطور؟ لازم يواكب معناها لي نوفو تكنولوجيك الموجوده في العالم. واحنا على هذاك علاش موجودين باش نعطيكم يعني الفورماسيون اللي عندنا من احسن ليزكسبير في تونس. مره اخرى ندي اكثر من 200 ليزكسبير ربي يخليك. مره اخرى باش نديك ونعدي معاك وقت طويل 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 نحكوا على البرنامج هذه. مدام نقول ميرسي، شكرا جزيلا، وصلنا لنهايه البرنامج. مدام سندس بارك الله فيك، ربي يخليك على الاعداد الجميل، فقرات كبيره نهار الاحد، جو كبير كان معانا على الاجهزه التقنيه شاكر أشي حاوي، وكان معنا نوفل الشرطاني، أنس الهمامي في تأمين المكالمات الهاتفية، مخاطبكم عبد المجيد فرحات من إذاعة الحياة، الأستاذ سندس السبوعي. شكرا جزيلا، نلتقي الأحد القادم، إلى اللقاء. الطفل الحياة فهم، يقرأ يحلم يفكر يلعب ويبدع. الطفل الحياة فهم هو القدوة، غدوة خير، أولادنا فخرة بلادنا.